عندما تكتب في الجوجل 30,000 فيخرج إليك شباب يتظاهرون ليلا ونهارا ولم يعرفوا مصيرهم لغاية الآن، وذاكرة صبرهم قد امتلأت وعود وأكاذيب ومصالح انتخابية وحزبية، واليوم قاموا بإزالة حواجز الأكاذيب وتظاهروا من جديد. كان هناك وعود 3 أشهر ثم تحويلكم إلى عقود وزارية من قبل محافظ البصرة في زمن حكومة عادل عبد المهدي، أتت من ضمن الإصلاحات التي قام بها مجلس الوزراء هي تعيين 30,000 درجة وظيفية. هذا العدد هم كلهم أبناء البصرة، ناس جياع، ناس مظلومة، إجوا وتعينوا على بقية الدوائر. كفاكم وعود كاذبة إلى الشعب البصري وإلى شباب البصرة. شباب البصرة وصل بهم المرحلة طفح الكيل عندهم. 17-18 سنة أنتم حكومة، من واحدة إلى الثانية أنتم تكذبون على الشعب العراقي بدون أي نتائج. هذه حكومة الكاظمي تحس شوية. يا حكومة الكاظمي، يا رئيس الوزراء، يا مصطفى الكاظمي، هذا الشعب مظلوم. الشعب البصري مظلوم. احنا اليوم نازلين بالاكفان، احنا اليوم طالبين الشهاده. يا رئيس الوزراء، انت شبعان ما تذب الجوعان. عندنا عوائل طلقوا نسوانهم، عندنا عوائل من يطب للبيت يطب اخر الليل متاخر على مود ابنه ما يشوف على مود قطع عصير ربع دينار. نصب الحريه كانت نقطه الانطلاق لحريه التظاهر، ولم يكن هنالك طريق محددا للمتظاهرين، بل إن جميع الطرق تؤدي إلى الحقوق المسلوبة، وهم بانتظار قدوم رئيس الوزراء والكابينة الوزارية إلى محافظة البصرة، عسى أن يحملوا معهم حلولا لهذه الشريحة. 250 ألف نسمة بصرية تنتظر قدوم السيد رئيس الوزراء ومعه بحقيبته البشرة التي تقارن أو تشابه بشائر الخير من مستحقاتنا ومن أموالنا ومن خيراتنا، اللي هي 4.5 مليون برميل نصدر، موانئ تنطي 100 مليار شهريا، والمنافذ والمنافع والمطار وكل الخيرات من البصره. ناس هاي جاعت وثارت لان منتظره دوله رئيس الوزراء، لان لحد الان ماكو اي انصاف في شريحه 30,000 درجه وظيفيه اسوه بباقي المحافظات. خيرات البصره هي اللي مغذيه كل العراق. نتفاجئ انه نعمل بالمجان سنه ونص بدون صرف مستحقات، بدون تحويل الى عقود وزاريه. المتظاهرون اكدوا ان المساهمين في قتل ابنائنا من الحشد الشعبي والقوات الامنيه قد تم اعطائهم رواتب ومكافآت ومخصصات تحت عنوان بشائر الخير، وابناء البصره بلا رواتب ولا بشائر ويعملون مجانا في الدوائر الحكوميه. 30,000 عائله يفترشون الارض ويجلسون في حراره الشمس ويبحثون عن أملا جديدا لظهور الحقوق المسلوبة، حتى أصبحت الأرض تبكي لمعاناتهم وعيون الفاسدين خارج نطاق التغطية. علي نعيم، قناة دبليو تي في وطن، البصرة.